UNFM 91.2. باللغة العربية والكونسيبت هذايا نتاع الانتيليجنس ايموشنيل اي تري امبورطون سي ان كونسيبت داكتواليتي اللي خاصة الاولياء والمدرسين هم في حاجة انه يتعرفوا على الكونسيبت هذايا ويستعملوه في علاقتهم بالاطفال وبالكلام ده. اكيد جدا انه الولي والمعلم يكون يحس بالتلميذ هذايا يخلي روحه في بقعته ويتبعوا لانه الانتيليجنس ايموشنيل اي لا نوسيون دامباتي سي ان بروسيسوس داكومبانيمون دو ليليف باسكو التلميذ هنا اذا كان ما نحسوش بيه وما نخليوش رواحنا في بقعته ما نجموش ان نقدموا بيه ما نجموش نشوفوا شنو ما الصعوبات نتاعو ونحاولوا نتجاوزوا. Personne peut expérimenter de la colère ou de l'haine, mais de cela ne doit dériver violence. Seulement, pour ces points, on a besoin d'éducation émotionnelle.